ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غنتكلم على واحد النوع اللي الناس يعرفوه وما عارفينش أشنو هو هذا النوع هذا، اللي هو النوع الكره زهري. تشوف الإنسان عنده خط متصل تيكون زهري، تشوف في يدو تكون الإنسان عينه خضرات مخلوضات راه زهري، اللي عينه كحلات غريات زهري. كاين واحد النوع ديال الزهري آخر اللي هو الزهري الشامة، تكون عنده قوة الشامات. وكاين واحد النوع ديال الزهري تكون عنده علامة في كتافو. وكاين واحد النوع ديال الزهري اللي يحلم بها تتوقع. وكاين واحد النوع ديال الزهري تيوقف في المحل دكان جزار خضار تكون خاوي وتيعمر. والأنواع ديال الزهري جوج أنواع، كاين النوع القائد والنوع الملكي، يعني النوع القائد المحارب والنوع الملكي. النوع الملكي تيكون بحال الراجل تيتهافتو عليه الملوك ديال الجن، الملكات ديال الجن، والمرأة تيتهافتو عليه الملوك ديال الجن بالعشق. تكون تقدر تكون هاد الزهرية ديالو أو الزهري ديالو يقدر يكون عليه إيجابي ولا سلبي، إما فقر مدقع والمرأة ما تجوش وتبقى عانس والمشاكل والفقر وكلشي معكس ليها، وإما بالعكس الخيرات تنزل عليها. كذلك الرجل أيضا إما يتزوج ويولد والرزق والخير وسميتو ويعني الحياة ديالو تتكون ميسرة، أو العكس هو. هادو هما الأنواع الزهريين. ثم هاد العلامات هادو تنقسموا الى طرق ولتسهيل غنطرق عليه في مواضيع اخرى ان شاء الله. هذه حقات الزهري، قلنا خط متصل في يد، قلنا عينين زرقات خضرات، عينين كحلات مخلوضات، قلنا الشامات، قلنا واحد العلامه في الكتاف، قلنا تتحلم بشي حاجه تتصدق. كاين واحد النوع ثاني نسيت، زهري من الحواجب ديالو تكون الحواجب ديالو غلاظ. وكاين واحد النوع ثاني تيوقف عند في اي مكان تيعمر تيتزاد فيه الخير. هادو هما الانواع ديال الزهريين.